السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولاد بناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير ان شاء الله. النهاردة نكمل الايتين الاولانيتين من سورة الضحى، ونقول ان شاء الله سبب النزول الآية دي. ربنا في كتابه العزيز قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سبب من أسباب الآية النزول الوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان مريض وما قامش الليل في مكة ليلتين كاملتين ورا بعض، ليلتين ورا بعض، فما نزلش عليه الوحي. فجت امرأة وهي زوجة أبو لهب واسمها أم جميل بنت حرب، قالت لقومها ان ودع الشيطان محمد ودعه وقال، فاقسم الله عز وجل بالضحى والليل. والضحى اللي هو بداية النهار، يعني بداية الحركة والعمل والكدح، والليل اللي هو السكن والراحة، والسجى يعني أظلم، يعني الليل إذا أظلم، إذا نزل الضوء الغامق بتاع الليل، فطبعا ده للراحة والسكينة والعبادة. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، يعني ينام ويرتاح ويقوم ويقيم الليل هكذا. ما ودعك يعني ربنا ما تركش سيدنا محمد وقال له اطمن يا محمد ان مكانتك عندي كبيره. وما قال يعني هو ربنا ما ابغضش او كره سيدنا محمد. ودي كانت يعني طبطبه على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويا رب كده اكون افدتكم بحاجه بسيطه ان شاء الله. ونبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنعمل النهارده حاجه جميله جدا جدا جدا. انا عندي هنا بوله، وعندي هنا ورد، الورد البلدي الجوري اهو ده. انا طبعا جبته وغسلته وخليته زي الفل. ولازم يتغسل كويس جدا، لانه يا جماعه بيبقى فيه طبعا اتربه، بخلاف ان بيبقى فيه دود. المعروف ان الورد بيبقى فيه دود، فانتوا بتغسلوه تحت الحنفيه كده واحده واحده. فانا جبته متقطف جاهز من عند الراجل يعني. فطبعا انا هنحط على الكميه دي عندي اهوت، هنحط ايه، نص كوبايه سكر، نص كوباية سكر، وعندي ملح ليمون هنحط عليها نص معلقة ملح ليمون، نص معلقة ملح ليمون كده. يجي بقى الاتنين، هتفرك الورد، الورق بتاع الورد هتفركه جامد 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 لحد ما ينهمك مع السكر وينزل ميته. انا هعملها كده لحد ما ينزل ميته خالص، وهتشوفوه عامل ازاي في الاخر. طبعا انا فضلت مع ورق الورد بقى طبعا لحد ما نزل ميته الحمراء دي. هنركن كده على جنب شوية. طبعا انتوا عرفتوا دلوقتي انا هعمل ايه، هنعمل مربى الورد الجوري. دلوقتي انا عندي هنا هحط كوبايه ميه، ودول كوبايتين الا ربع سكر، وهدوبهم كويس جدا لحد ما تدوب السكر في الميه كده، ونرجع لكم. دلوقتي حبايبي انا لاقيها عايزه هي حبه ميه كمان، حط لها نص كوباية، حطهم كلهم، وهنفضل نقلب فيهم كويس جدا لحد ما تدوب. وهنروح على البوتاجاز، هنحط بقى الكمية دي،
بسم الله الرحمن الرحيم. دي يعني المربى المفضلة بتاعت والدي الله يرحمه، يعني حبيناها من ايده، كان دايما يعملها. سبحان الله. كده انا هنروح على النار ان شاء الله. ودي ليمون، تاخد لها غلوتين، اروح احط عليها الليمون. ودلوقتي حبايبي انا حطيت الورد على النار او مربة الورد، وهنسيبها طبعا لحد ما تغلي. من اجمل المربات والله، هتعجبكم جدا ما شاء الله. تغلي وهنرجع لكم ان شاء الله. ودلوقتي يا حبايبي مربة الورد بتغلي، هنحط لها مقدار ليمونة ما شاء الله، وهنسيبها بقى لحد ما تستوي بقى مع نفسها كده على نار هادية، ونرجع لكم في الشكل النهائي. لو كنت وصلتوا بقى معايا لحد هنا يا جماعة، ما تنسوناش من الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والشير، بارك الله فيكم. وريحتها طلع بقى الورد، بقى انتوا عارفين الورد عامل شغل بقى ما شاء الله. نسيبها لحد ما تستوي خالص ونرجع لكم ان شاء الله. ودلوقتي حبايبي المربى بتاعتنا استوت اهي، جميله جميله ولونها تحفه ما شاء الله. صلوا على النبي يا جماعه، بارك الله فيكم. و دلوقتي ايه، هنتنقل على الرخامه لحد ما تبرد ونعبيها في البرطمانات ان شاء الله. شوفوا لونها جميل ازاي، تحفه والله، هتعجبكم جدا جدا جدا. وده يا حبايبي بقى ايه، كده بردت، هنعبيها في البرطمانات بتاعتها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. لونها روعة، لونها حلو قوي قوي ما شاء الله. نعبيها ونرجع لكم. وده بعد ما خلصت اهي يا جماعه وعبيتها، نقول لكم اتمنى ان انتوا تجربوها، وان شاء الله نشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.